المزيد من المتابعة، ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور عبد الرؤوف خبير اقتصاديات الطاقة والبيئة. دكتور محمد عبد الرؤوف، برحب بحضرتك. وفكرة إيجاد حلول في آخر يوم لقمة المناخ COP27، حلول مناخية تفيد البشرية فيما هو قادم. أهلا وسهلا بيكي، شكرا على الاستضافة. طبعا احنا خلصنا لنا يوم واحد، بس كل المؤشرات بتقول للمفاوضات هتمتد ليوم السبت، هيزودوا هيضيفوا يوم زيادة، لان طبعا يعني عمليه المفاوضات شائكه وصعبه وفيها التزامات كتير على الدول، ف بيدوا نفسهم فرصه ان هم يزودوا يوم، عشان طبعا كله حاليا بيتسارع بحيث نخرج من القمه بالتزامات فعليه على الدول وتعهدات والتزامات لتطبيق اتفاقيه باريس، تطبيق سليم على ارض الواقع. فطبعا القضايا الشائكه اللي لسه لم يستقر عليها قضيه التعويضات والخسائر اللوس اند دامج، التمويل، احنا عارفين ان المناخ بسبب ظواهر مناخيه متطرفه، درجه الحراره بتاع الارض ارتفعت حاليا درجه واحده مئويه. نعم. سفيد باريس عامله هدف 1.5، فطبعا احنا شفنا درجه واحده مئويه وشفنا ظواهر مناخيه متطرفه. السنه الحاليه اللي احنا فيها في باكستان كانت مدمره، درجة الحرارة في انجلترا في الصيف كانت قريبة مما هي عليه في الخليج العربي. نعم، الآثار السلبية كانت واضحة وجلية في عدد من المناقشات على مدار القمة بالطبع في الأيام السابقة، وما ستخرج به التوصيات من تشخيص هذه المشكلات، لكن دعني أتحدث معك بشكل أكثر قربا عن مفهوم الاستدامة بالمفهوم الشامل بأبعادها المختلفة، وكيف تضفي على عدالة مناخية وعدالة اجتماعية واقتصادية. تمام، هو الاستدامة هو ده الهدف الأساسي، هو المفروض كل الأنشطة البشرية، كل الأنشطة التنموية تكون مستديمة، يعني احنا ما نعملش تنمية تدمر قاعدة الموارد الطبيعية، احنا نعمل تنمية تحافظ على الموارد الطبيعية، للموارد الطبيعية هي دي ثروة الحقيقية لأي أمة، هي اللي بيستفيد منها الجيل الحالي والأجيال القادمة. ده مفهوم الاستدامة بصفة مختصرة. طبعا انبعاثات ثاني اكسيد الكربون والاحتباس الحراري دي اكبر مشكلة بتواجه العالم، فاحنا دلوقتي بننادي ان كل دول العالم تتحول لاقتصاديات صديقة للبيئة، قليلة الانبعاثات الكربونية، النيل الاخضر، المباني الخضراء، الطاقات الجديدة المتجددة. وطبعا مصر كانت يعني من الدول الملتزمة والتي حققت نجاحات جيدة في التحول للطاقات الجديدة المتجددة، وده بيساهم في الوفاء بالتزامات اتفاقية باريس. من الجانب الحكومة المصرية عندنا اتفاقيات اتوقعت تم توقيعها في هذه القمة في مجالات الطاقة المتجددة وبالذات الهيدروجين الأخضر، ومصر من الدول الرائدة، والهيدروجين الأخضر هيكون ليه دور مهم جدا في المستقبل القريب. الاتحاد الأوروبي بينوع مصادر الطاقة عشان يخلص من سيطرة روسيا، بيبحث عن دول، ومصر من أوائل الدول القريبة التي تستطيع تصدير هذه الطاقه من الوقود الهيدروجين الاخضر للاتحاد الاوروبي. زي ما حضرتك اشرتي، هو المشكله كبيره وبتمس كل القطاعات، بتمس البشريه كلها، لابد من تحرك عاجل. حتى الان الالتزامات اللي وافت بها الدول لن تستطيع ان تضعنا على المسار الصحيح، لذلك المفاوضات جاريه، بس طبعا الموضوع شائك لان في التزامات وفي تمويل، وتمويل للتكيف مع اثار تغير المناخ، تمويل لتعويض الاضرار والخسائر، كل دوله هتدفع كام، الدول المتقدمه هي المسؤوله عن هذه المشكله بمسؤولياتها التاريخيه، الدول الناميه ومنها الدول الافريقيه هي التي تعاني من اثار هذه المشكله مع انها غير مسؤوله عنها تاريخيا، فمين هيدفع امتى وازاي وكيف، اليه التمويل هتكون ازاي، هل هيكون في اليات تمويل جديده، خصوصا ان احنا الاتفاقيات السابقه، المؤتمرات السابقه تعهدت ب 100 مليار سنويا لتمويل مشكلات تغير المناخ سواء نعم. تخفيف، لكن لم يتم الوفاء بها، فنتمنى طيب. نخرج من برأيك نعم، هذا هو سؤالي، هل ستخرج القمة برأيك بحلول ناجزة فاعلة بإطار زمني للتطبيق يكون ملزم على المستوى العالمي والدولي؟ عشان نتكلم بكل صراحة، يعني هيخرج بعض الحلول لكن ليس هي المأمولة، لأن الموضوع زي ما قلت لحضرتك شائك، والمجتمع الدولي كله لازم يوافق عليه، وفي التزامات على دول، فهو المفاوضات يعني صعبة،
بحيث ان احنا الدول، في بعض الدول بتعارض حتى هدف الواحد ونص. في بعض المؤشرات كده يعني، في حاجه اسمها الشيلد، الدرع الوقائي يعني، هو آلية للتمويل عملتها بعض الدول المتقدمه تقودها المانيا، بس مثل هذه المبادرات ضعيفه صغيره. نعم. هو ده المأمول، احنا عايزين مبادره على المستوى العالمي تحل المشكله جذريا، ويكون تعهدات تيجي على ارض الواقع. انا اتوقع هنخرج بتعهدات ونتائج جيده، ولكن دي البدايه. نعم. لكن رئيس القمه يعني السيد سامح شكري رئيس قمه كوب 27 تحدث عن اهميه الوصول الى حلول في اقرب وقت ممكن او في اقل فترة زمنية ممكنة على المستوى العالمي، كيف تثمن هذه الجهود المصرية والدعوات المستمرة لكبح جماح التغيرات المناخية؟ تمام، سؤال جميل جدا. هو طبعا الحكومة المصرية بتلعب دور كبار يعني، والدبلوماسية المصرية معروفة من قديم الأزل أحد أعرق الدبلوماسيات. بيحاولوا طبعا إن هم يوصلوا لنتائج جيدة في أسرع وقت ممكن، لأن المشكلة لا تحتمل التأجيل. بس يعني المؤشرات كلها بتقول ان احنا هنخرج بنتائج جيده، ولكن هي بدايه، بدايه سيتم البناء عليها في المؤتمر القادم والمؤتمر الذي يليه، حتى نصل لتعهدات متوافق عليها من جميع الدول، التزامات ماليه متوافق عليها من جميع الدول. فيعتبر شرم الشيخ هو بدايه التنفيذ ان شاء الله بيكم. نعم، مرة أخرى أعود إلى تطبيق المبادرة المصرية التي انطلقت اليوم من مدن ذكية وتجمعات عمرانية ذكية ووسائل مواصلات وبنية تحتية ذكية. يعني ما يمكن أن تضيفه هذه الحلول سواء في الداخل المصري وفق استراتيجية وطنية للتغير المناخي، أو فيما يخص دول القارة الإفريقية والدائرة الأكبر لدول العالم أجمع؟ طبعا دي مبادره مهمه جدا جدا. احنا عارفين طبعا ان العالم كله في المستقبل القريب خلاص هيكون عدد السكان اللي عايش في المدن اكبر كتير من عدد السكان اللي عايش في الارياف. فالمدن مهمه جدا، المدن قد تكون لو مدن ذكيه وصديقه للبيئه هتكون مدن تساهم في حل مشكله تغير المناخ ولا تسبب المشكله. فالتحول للمدن الذكيه والمدن الخضراء والمدن المستدامه ده يعني موضوع مهم جدا، ولابد ان نسير فيه بخطوات سريعه جدا، والمبادره المصريه بتساهم في تسريع مثل هذه المجالات. وطبعا ده يمكن تطبيقه على مستوى القاره الافريقيه وعلى مستوى مدن العالم. المدن بتلعب دور مهم جدا سواء في النقل الاخضر، سواء في الطاقه الخضراء، اداره النفايات، اداره المساحات الخضراء. المدن قد تكون في النهايه اذا صممت بشكل جديد قد تكون مصدر من مصادر توليد الطاقه وليس استهلاك الطاقه. نعم. الموضوع كبير جدا. هل سيتم تطويع السلوكيات بالشكل الامثل بما يتناسب مع هذا الطموح العالمي او متطلباته؟ حضرتك اشرتي السلوكيات صح ولا انا سمعت غلط؟ نعم، سلوكيات في الممارسه، في الاستهلاك الخاص بالطاقه، في استخدام الوسائل النظيفه. طبعا هو الموضوع زي ما حضرتك اشرت كده في جزء سلوكي وثقافي، الموضوع شائك ومتعدد وما بيتبنيش في يوم وليله. لا، في نمط معين اعتاد عليه الكثير من البشريه يعني. عشان نعدل هذا السلوك احنا محتاجين وقت، بس احنا لا نستطيع ان نستخدم عدد من المحفزات، سله من المحفزات التوعويه والتعليميه والاقتصاديه والقانونيه، بحيث نعدل هذه السلوكيات الى سلوكيات صديقه للبيئه وسلوكيات تدفع نحو الاستدامة. الموضوع طبعا مش هيتحقق في يوم وليلة، بس احنا ماشيين بخطوات جادة في هذا المجال. نعم، ماذا عن المردودات الاقتصادية؟ المردودات الاقتصادية للمؤتمر؟ نعم، المردودات الاقتصادية للمؤتمر أو المردودات الاقتصادية لاستخدام الطاقة النظيفة والمتجددة للمؤتمر. طبعا مصر استفادت من نواحي سياحية وتوقيع عدد من الاتفاقيات بمليارات الجنيهات في مجالات متعددة. تحول لمصادر طاقة جديدة ده ليه فوائد جمع يعني، ده مطلب أساسي، لأن هي الطاقة هي المشكلة وهي المعضلة الأساسية. الوقود الأحفوري هو السبب الرئيسي للانبعاثات الكربونية. التحول لمصادر طاقة نظيفة وجديدة ومتجددة بتقلل الانبعاثات الكربونية، بتقلل الكوارث الطبيعية، بتفتح فرص ومجالات عمل في مجالات جديدة. الدول اللي هيكون ليها الرياده في هذه المجالات سواء طاقه شمسيه وطاقه رياح او الهيدروجين الاخضر او البيوجاز
مصادر طاقة متعددة، هيكون لها الريادة وتستطيع تصدر هذه الطاقة للدول الأخرى. وفي دول يعني في دراسة على مستوى العالم بتقول إن في دول هتكون دول محورية، لأن العالم بحلول 2050 هيكون قرية واحدة متشبكة كهربائيا. طبعا نتمنى تكون الكهرباء متولدة من مصادر طاقة جديدة صديقة للبيئة. الدول هتلعب دور محوري من ضمنها جمهورية مصر العربية نتيجة لموقعها الاستراتيجي بين ثلاث قارات أفريقيا وآسيا وأوروبا. الطاقة النظيفة يعني هي المفتاح السحري لحل العديد من المشكلات البيئية، وزي ما شفنا مش مشكلات بيئية بس، مشكلات صحية، فالعوائد الاقتصادية عوائد كبيرة جدا. نعم، أشكرك جزيل الشكر الدكتور محمد عبد الرؤوف الخبير في اقتصاديات الطاقة والبيئة.